اهلا وسهلا بيكم معانا في حلقه جديده من برنامجكم صوت الناس. النهارده هيكون معانا فقره مهمه جدا جدا جدا، هيكون ضيفي اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخليه لقطاع الشرطه المتخصصه الاسبق. هيكلمنا النهارده عن كل الحاجات الجديدة اللي حصلت والتطورات اللي بتقدمها وزارة الداخلية في قطاع المرور. يعني هنشوف مثلا كل شوية ان احنا بنشوف التنويهات اللي بتطلع ان احنا لازم نحط الملصقات الخاصة اللي هي الرخصة الجديدة تبقى ملزوقة على البرابريز بتاع العربية. كمان بكرة هيتم افتتاح مجمع جديد للخدمات المرورية في اعتقد مدينة نصر والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة. في اجراءات مستمرة للحد من الحوادث، وهنتكلم عن كل الكلام ده. ياريت انتوا كمان تكونوا موجودين معانا هنا في البرنامج، تتصلوا بينا وتقولوا لنا ايه اهم المشاكل اللي ممكن احنا نوصل صوتنا بيها للمسؤولين علشان يحلوها في الفترة القادمة. خلينا ابتدي معاكم في البداية. النهاردة في خبر مهم جدا 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 يخص مفاوضات سد النهضة، اختتمت امبارح بالليل بالعاصمة الامريكية واشنطن بين وزراء الخارجية والري من مصر والسودان واثيوبيا. اخيرا الحمد لله تم التوصل على اتفاق. الاتفاق ده بترعاه الولايات المتحده الامريكيه. كان مصر عندها وجهه نظر لسنوات او طرق ملء وتشغيل سد النهضه، اثيوبيا كانت معترضه على القصه دي، بس في النهايه الحمد لله تم الاعلان بالامس من قبل الجانب الامريكي ان هو خلاص بمشاركه البنك الدولي هيعمل بلورة للاتفاق في صورته النهائية، وان شاء الله يعرض على الثلاث دول في خلال الايام القليلة المقبلة، بحيث ان احنا نوصل لاتفاق في نهاية شهر فبراير اللي احنا فيه ده، وان شاء الله كده دايما يبقى خير ويبقى ازدهار لكل الدول اللي موجودة على النهر. طيب في حاجة تانية برضو عايز اقول لكم عليها خاصة بالاسكان. زي ما احنا كده عارفين ومتابعين معاكم المشاريع الكبيرة اللي الدولة بتقوم بيها، بالأخص في حتة بناء الإنسان. وبناء الإنسان عمري ما أعرف أبني إنسان من غير ما يبتدي حياة كريمة. وخلينا نقول الفونديشن أو الأساس الحقيقي لأي حياة كريمة لازم يبقى فيه خدمات، لازم يبقى عندي بيت، لازم يبقى عندي تعليم كويس، لازم يبقى عندي حاجات كتير قوي. ابتدت الدولة تشتغل على الفكرة دي بشكل كبير جدا، وشفنا ازاي ان كل المناطق اللي كانت مهددة ابتدت تتنقل لأماكن آمنة. مشروع بيت الوطن ده من ضمن المشروعات التانية كمان. احنا مش بس بنتكلم عن المناطق المهددة فقط، لا، انما في كمان فئات كتيرة جدا من المجتمع بتبقى عايزة او بتبقى محتاجة ان هي يكون ليها ملاذ آمن او بيت او سكن، وده حق أصيلي. المغتربين على سبيل المثال، وده علشان يبقى فيه نوع من أنواع الترابط ما بين الوطن وأبناء المصريين اللي موجودين في الخارج. طيب أنا معايا على التليفون المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان. باشمهندس الأول مساء الخير. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني يمكن أنتوا أكتر قطاع دلوقتي عامل شغل كبير جدا بقاله فترة طويلة قوي، بسم الله ما شاء الله. عايزين نعرف آخر حاجات هتطرحوها على المواطنين إمتى وفين؟ والله حضرتك يعني أخد من كلام حضرتك يعني إن حضرتك نبدأ ببناء الإنسان. نعم، حاجتين مهمين قوي الحمد لله. يعني احنا بنشتغل في جزء كبير جدا على ملف العشوائيات والمناطق العشوائيه، ويعني وتوفير الخدمات والمسكن الملائم والمسكن الكريم، وبرده ما ننساش ابدا ابناء مصر العاملين بالخير. بالظبط، والحمد لله يمكن احنا على مدار السنين اللي فاتت طرحنا حوالي 6 اعلانات، والحمد لله يعني كان رد فعل ايجابي جدا من كل العاملين بالخارج، والحمد لله يعني معظمهم استلموا ومعظمهم دلوقتي حاسين بالفرق ما بين المشروعات اللي بيتم الاستفاده منها للعاملين بالخارج. صحيح. بالامس بفضل الله يعني برضو خدنا موافقه مجلس الوزراء على طرح الاعلان السابع لطرح اراضي سكنيه، اراضي للعاملين بالخارج ووحدات سكنيه في المدن الجديده. في المدن الجديده، يعني الشيخ زايد 6 اكتوبر، العبور، دمياط الجديده، بدر، القاهره الجديده، الشروق والسادات، صح؟ تمام يا فندم، بالظبط كده. وحدات سكنيه برضو في نفس المدن، وطبعا فيها المنصوره الجديده داخله معانا في الوحدات السكنيه، وعندنا كمان ده الجديد بقى عندنا وحدات بالعاصمه الاداريه الجديده.
وحدات بس الكلام ده مش مدعوم صح؟ يعني الكلام ده هيبقى مدفوع عادي، يعني اللي هو السعر المسعر الطبيعي، مش مدعوم ومسعر بسعر مناسب، وهيكون للعاملين بالخارج بدفع ثمنه بالدولار. بالدولار طبعا، ده بيجذب عملة أجنبية من الخارج، يعني فكرة كويسة. طيب في كلام بس عشان برضو نوضح الأمور كلها، كان في ناس بتتكلم عن الإسكان المتوسط والإسكان لمحدودي الدخل، يمكن من ضمن الاشتراطات إن ممنوع البيع لو حد رست عليه يعني. طيب الناس بتتكلم إن بعد 20 أو 25 سنة هل هو هيفضل موجود كده زي ما هو؟ كان في إشاعات كتيرة وكان في كلام كتير قوي في خصوص هذه النقطة، ياريت نوضحها للسادة المشاهدين. طيب ده سؤال كويس جدا وفعلا بنسأله كتير، ودي مهمة قوي لازم نوضحها. الإسكان الاجتماعي الإسكان محدودي الدخل هو إسكان مدعوم من الدولة بدعم نقدي مباشر وبدعم في تنفيذ الوحدة بالكامل، فبالتالي هو ثمن الوحدة على الدولة أكبر بكتير من المواطن بيستفيد بيه اللي هو محدودي الدخل. نعم. فعلشان كده اتعمل قانون الإسكان الاجتماعي يجرم البيع قبل فترة معينة، وفي نفس الوقت لو حصل يعني ومحدود الدخل دخله اتحسن وحابب ان هو بعد 7 سنين يتنازل عن الوحده لحد او يبيعها لازم يسدد ثمن الوحده بالكامل. اللي هو الفرق، اللي هو الفرق بقى الفرق يرجع الدعم للدوله، لان الدعم ده هو خده لانه كان من فئه محدود الدخل، فبالتالي لو ربنا يسر الحال وما بقاش فيه احتياج للدعم لازم يرجعه عشان نستفيد. بس استاذ باشمهندس عمرو، اكلم حضرتك بمنتهى الامانه، هل الثقافه دي موجوده في مصر؟ يعني حد هنا محدود دخل وبعدين ربنا فتح عليه يقول لك طب خلاص انا هسيب الشقه دي، ما بيخليها للزمن واحنا عارفين الكلام ده كله يعني. طيب هقول لسيادتك على حاجه، في اكتر من لقاء واكتر من منتدى في ناس بالفعل بيقولوا انا يا جماعه دلوقتي دخلي اتحسن وعايز انقل في حاجه ثانيه، بس بسبب قانون الاسكان الاجتماعي مشترط ان انا مش قادر اقدم في مشروع. صح. لان انا استفدت بحاجه مدعومه من الدوله قبل كده. صح. فتحط الشرط في القانون برضو ونفتح الحرية بعد فترة معينة لو حدد، بس لازم ينفذ الاشتراطات انه يرجع الدعم اللي خده، لان لازم يستفيد بيه حد تاني في الدولة. صحيح، يعني يدفع الفرق، بس يدفع الفرق بتمن ساعتها مش بالتمن الجديد. طيب لو حصل بقى وحد خالف القانون في عقوبات رادعة تصل للحبس بالغرامات مالية كبيرة وتصل للحبس، لازم ادام استفاد من الدوله واستفاد من مشروع مدعوم، احنا بنتكلم حضرتك في 90,000 جنيه في الوحده، 95,000 جنيه في الوحده متوسط الدعم اللي بياخده. يعني الفكره بتاعت الاوفر واني ابيع الكعب والكلام ده كله، انتوا بتحاولوا على قد ما تقدروا. غير قانوني الكلام ده كله، غير قانوني، وفي لجان بتنزل تفتيش مفاجئ في اماكن كتير في المشروع، ولما بيثبت مخالفه الشروط بيتم سحب الوحده وتغريم صاحب الوحده اللي باعها، وكل الاطراف اللي عملوا المخالفه دي بينضروا ضرر كامل. معقوله؟ يعني بيشوف بطاقه الراجل اللي قاعد جوه، يعني وريني بطاقتك انت، اسمك هو نفس اسم مطابق لاسم العقد اللي موجود معانا. بالظبط يا فندم، زي ما عملنا بحث اجتماعي وادينا له حقه في الدعم وخد الوحده وانطبقت عليه الشروط ونزلنا فرق بحث اجتماعي علشان نتاكد ان هو محتاج الدعم، بنعمل بحث تاني برضو علشان نتاكد ان الراجل ده بالفعل ما خدش الدعم وباعه واتجر فيه. نعم. نفسكم طويل؟ يعني احنا نفسنا طويل لان روح القانون نفسها طويل يا فندم. يا رب، وانا بتمنى لكم كل التوفيق باذن الله يا باشمهندس، وبنحييكم مره ثانيه على المجهود الرائع، ان ناس كتيره قوي كانت بتقول ان مصر عمرها ما هتقدر تتخلص ابدا من العشوائيات، وان المواطن المصري كان مهان في بلده. الحمد لله احنا دلوقتي شايفين ان الوضع بيتغير. بشكرك جدا باشمهندس عمرو خطاب، متحدث رسمي باسم وزاره الاسكان. طيب من هنا واحنا بنتكلم عن بناء الانسان، واحنا بنتكلم عن بناء الانسان انا عايز اقول لكم ان في ظاهرة طلعت في الفترة الأخيرة، هي ظاهرة التنمر، وبنسمع عنها كتير. يمكن زمان كنا بنشوف الفعل ده بس ما كناش عارفين التوصيف بتاعه، أو ما كانش حد بيوصف ان الفعل ده هو فعل اسمه التنمر. طيب هنفضل قاعدين ساكتين وبنتفرج على التنمر ده وهو عمال يكبر، وفي ولاد مننا وأبنائنا بيطلعوا نفسيتهم بتتدمر تماما بسبب ان في حد عنده في الفصل او حد عنده في الشارع بيتنمر عليه، ولا لازم نبتدي نخلق نوع من انواع التوعية للأهل الاول ان هم يعلموا اولادهم يعني ايه تنمر وما ينفعش انك انت تتنمر على حد؟ وكان في فيديو كان حلو قوي على فكرة، بس مش في مصر للأسف، لحد امريكي كانت بنته بتتنمر على حد معاها في الاتوبيس، خلاها تتمشى من البيت لحد المدرسة وهو فضل ماشي وراها ومصورها. الفيديو ده هجيبها لكم معايا الحلقة اللي جاية، أوريكم إزاي الناس هناك بتقوم أولادها مش بتدعم الولد وهو غلطان. طيب إحنا المجتمع المدني لازم يبقى له دور،
حزب مستقبل وطن بصراحة بشكل كبير جدا، على رأسه المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والأستاذ محمد عمار أمين العمل الجماهيري، عملوا مبادرة حلوة قوي اسمها مبادرة المصري بأخلاقه. ودي زي ما قلت لكم بتوعي الطلاب اللي في المدارس وفي الجامعات يعني ايه تنمر وازاي ان الاخلاق دي مش موجودة فينا. تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده ونرجع لكم مرة تانية. تحت عنوان المصري بأخلاقه، نظمت أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن مؤتمرا صحفيا للإعلان عن انطلاق مبادرة المصري بأخلاقه، والتي تهدف إلى توعية طلاب المدارس والجامعات بالأخلاق الحميدة. فكرة المبادرة ببسيطة، أن إزاي الأسرة المصرية تعود لعاداتها وتقاليدها وأخلاقها. يمكن الأسرة المصرية كانت تظل هي الدرع الأصيل للمجتمع المصري ولحمايته ضد أي فكرة غزو خارجي، سيبك بقى من غزو الأسلحة أو غزو الجيوش، نتكلم عن كمان دلوقتي عن غزو الأفكار، غزو السوشيال ميديا، كل آليات اللي هي نقدر نقول كانت سببا في انحدار القيم في الفترة الأخيرة بالنسبة لكتير جدا من شبابنا المصري. يمكن النهاردة بنحاول نرجع جزء من أخلاقنا، جزء من عاداتنا، بنحاول نأصل دايما فكرة الاحترام. النهاردة احنا معانا فوق 300 شاب تحت 18 سنة موجودين النهاردة معانا في انطلاق المبادرة في أول ورشة عمل ليها وأول ندوة ليها. ده حاجة كويسة جدا، ودي بتدينا أمل إن احنا على مستوى الجمهورية الفترة الجاية أمانة العمل الجماهيري عاملة خطة إن احنا ننتشر على مستوى جمهورية مصر العربية، سواء من خلال الوحدات الحزبية للحزب المنتشر على أنحاء الجمهورية، أو احنا بندعو كمان كل المهتمين بالأمر أو هذا الشأن على مستوى الجمعيات المجتمع المدني، على مستوى الأحزاب حتى السياسية الغير مستقبل وطن، إن هي تشاركنا، وعلى مستوى الحكومي على كل الكيانات المهتمة بالشباب اللي تحت 18 سنة، وزارة التربية والتعليم، احنا بندعوهم ان هم يبدأوا نبقى دي انطلاقة لإحياء فكرة القيم. مستقبل وطن متواصل مع الناس كلها، يعني اتخيل ان هم ممدين ايديهم لكل الناس، لكل الجهات، لكل الحكومات، لكل الجمعيات، لكل المؤسسات، اما بيلاقوا حاجة بيمدوا ايديهم للناس كلها. فاتخيل ان ده الفترة اللي جاية ان شاء الله هيبقى فيه مع وزارة التربية والتعليم اكيد عشان المدارس، وهننزل حملات في كل مدارس مصر ان شاء الله. مبادرة المصري بأخلاقه مبادرة انتظرها الكثير من الآباء والأمهات والشباب والفتيات للتخلص من المشكلات التي يقوم بها بعض الشباب نتيجة لعدم التمسك بالقيم الأخلاقية. هي الفكرة عموما بتبقى كويسة، لأن احنا الجيل ده اللي هو الصغير بقى، اللي هو فعلا هو أقل من 18 وفوق 18 بشوية، اللي هو لسه بيخشوا جامعات وخريجين وكده، بيفتقدوا القدوة، بيفتقدوا التوعية شوية، ممكن يكون مثلا البيت أو الحاجة دي مش مركزة معاهم. فاحنا الجيل ده فعلا محتاج القدوة، محتاج التوعية، محتاج حتة الأخلاق دي. اللي بتعرض منه للشباب طبعا في الشارع تحرش، سواء لفظي أو أيا كان، كلام مش كويس يضايق طبعا البنات. المبادرة دي اللي هي بنروح محاضرات مستر يوسف أو مستر أي مستر تاني، بتوعي شوية الشباب، وكمان الناس اللي هي مش شايفين غلطهم، يعني هما بيعملوا الحاجات دي مش عارفين انها ممكن تضايق اللي قدامهم، بس هي يعني المحاضرات دي ممكن تفيدهم اكتر يعني، وتوعيهم اكتر من الاول. طيب بيعملوا محاضرات بقى، بينزلوا الشوارع، بيعملوا ايفنتات كتير، بيوعوا شباب بقى، وعملوا كذا حاجة، منها حملة اسمها اعتبرها اختك، بتوعي بقى الشباب ان ازاي يعملوا البنات ويحدوا من التحرش. حاجة جميلة جدا، عشان احنا للأسف في الوقت ده الوعي عند الشباب والأخلاق مش زي قبل كده، الأهل في البيت وكده ما بقوش مهتمين بالحاجات دي زي قبل كده. التمسك بالقيم الأخلاقية والمبادئ الحميدة والقيم الإنسانية السامحة أهم الصفات التي لا بد من ضرورة التمسك بها والحفاظ عليها. مروة علاء، صوت الناس، قناة المحور. بشكر زميلتنا مروة علاء جدا على التقرير الرائع ده، وعايز اخدكم كده لخبر تاني. احنا عارفين كلنا كان في مؤتمر صحفي هام جدا، وبخصوص اعلان وصول مصر عدد سكان في الداخل ل 100 مليون نسمه. كان في مؤتمر مهم قوي، تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده الخاص باعلان الزياده السكانيه في مصر ل 100 مليون نسمه، ونرجع لكم بعد كده على طول مع سياده اللواء مدحت قريطم، ولكن بعد هذا التقرير. Thank you.
شهدت مصر حدث تاريخي وهو الإعلان رسميا عن وصول عدد السكان 100 مليون نسمة. على هامش هذا الحدث نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤتمرا صحفيا للإعلان عن هذا الحدث التاريخي. دورنا طبعا مهم جدا في عملية التدريب ورفع الوعي وبالذات لدى طلبة الجامعات لان هم يعني البوتنشل او الفئة يعني المؤهلة ان هي النهاردة تبدأ في حياة جديدة، فلازم يكون لديهم هذا الوعي. بنركز طبعا على تنمية المهارات لدى المرأة لان احنا بنديها فرص عمل اكتر، فتعليم المرأة توعيتها اولا هي بتؤثر في التنشئة العامة للمجتمع وفي نفس الوقت انشغالها بالعمل والتدريب والتعليم عامل مهم جدا بالنسبة لها عن في عملية الحد من الزيادة السكانية. الرؤية المستقبلية نتيجة الدراسات والأبحاث والإسقاطات السكانية بتقول إن احنا لو استمرينا بنفس هذه المعدلات في الإنجاب أو في الخصوبة حاليا هنصل إلى أرقام عالية جدا، هيصل بينا إلى أكثر من 192 مليون نسمة في 2052. لكن لو الحقيقة تكتفت وكثفت جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين وعناصر تنظيم الأسرة عشان نصل إلى معدل مخفض، الحقيقة الوضع يختلف تماما. هنصل بمعدل السكان قد يصل إلى 143 مليون نسمة بفاصل أو بفرق حوالي 50 مليون نسمة، وعلى فكرة الرقم ده بيساوي عدد العديد من عدد سكان دول العالم. جرس إنذار إلى المجتمع أن يعني عندنا زيادة، ما زلنا عندنا زيادة في السكان برغم أن في انخفاض بسيط عام 19 عن عام 18 عن العام السابق، لكن الآن ما زلنا في عندنا زيادة كبيرة. الزيادة دي بتلتهم ثمار التنمية اللي موجودة، الدولة بتعمل موجود جدا في التنمية، لكن حتى الآن الزيادة بتلتهم الأمر ده. إحنا بنأمل أن إحنا نوصل إلى معدل نمو أو معدل زيادة طبيعية يكون أقل من 1.5%. أي حالة مواليد أو أي حالة وفيات بتتسجل كنا بنشوف الساعة بتزيد وكانت بتقل، فده بيدي طبعا دقة كبيرة جدا في البيانات بحيث النهاردة أصبح ما عندناش أي بيانات مفقودة في بيانات المواليد والوفيات. مجهودات حكومية دؤوبة تتماشى مع رؤية التنمية المستدامة في مصر 2030 بكل مناحيها وحتى بتحدياتها والتي تعكس مدى مواكبة الدولة المصرية للتطور في مواجهة تحديات التنمية بل والتخطيط الجيد لها وأيضا خلق النجاح من خلال تلك التحديات. نسرين الجبالي، قناة المحور. رجعنا لكم تاني بعد هذا الفاصل، وزي ما احنا شايفين كده ان مصر بتتطور تطور كبير جدا في كل المجالات. شفنا بالاخص في قطاع الخدمات المقدمة للمواطنين، شفنا قطاع الاحوال المدنية والشكل الجميل اللي ابتدوا يعملوه او طريقة التفكير الحديثة بمعنى اصح، وده اللي احنا بنتجه فيه في كل القطاعات. قطاع المرور برضو كان لازم يبقى معاه وقفة كبيرة جدا جدا، وانا بيسعدني ويشرفني جدا وجود قيمة وقامة من جهاز الشرطة العظيم سيادة اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية السابق. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم ومنورنا، والواحد بيبقى سعيد كده لما بيبقى قدامه شخصية من الشخصيات اللي كانت حتى بتتعاون معانا هنا في البرنامج في الفترة الأخيرة. كل الشكر سيادة، ربنا يخلي حضرتك يا رب فندم. احنا عايزين نتكلم، يعني انا عايز افهم الاول المرور راح لفين. يعني شفنا ازاي ان كان في بعض النماذج او التجارب اللي شفناها زي مرور حدائق الاهرام من فترة وفكرة الارقام الجديدة وان واحد بقى ما بقاش في الزحمة اللي على الشبابيك دي، والى حد كبير قوي شفنا ازاي ان المباحث كمان جوه المرور بتدقق قوي 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 مين فين وبيعمل ايه، لان دي يعني بتبقى الى حد ما فيها شوية لعب كده. فشايفين ان في رغبة من الدولة في ان الدنيا تخش في نطاق ان كل واحد ياخد الخدمة بتاعته بطريقة محترمة في وقت قليل وكل واحد يخلص نفسه. ايه الجديد اللي بتقدمه وزارة الداخلية في يعني الأمر؟ بشكر سيادتك على المقدمة طبعا، حضرتك متشكر جدا. طبعا الداخلية بصفة عامة عاملة تطوير يعني من ساعة وزير محمد توفيق وصل، والراجل يعني على قدم وساق في كل المجالات. هنكلم في مجال بس المرور والتطوير اللي حصل فيه. يعني أول حاجة عشان تعمل التطوير جيد في المرور يكون عندك بنية تحتية جيدة تقدر تدير هذا التطوير.
صحيح. فأول حاجة رفع إدارة نظم معلومات المرور من إدارة عادية إلى إدارة عامة. إدارة عامة دي معناها يبقى رئيسها مدير عام ومع ضباط ومهندسين وخلافه. واللوجستيات؟ طبعا هو ده اللوجستيات اللي هي الإدارة العامة لنظم معلومات المرور برئيسها هلوة حاليا ومعها مهندسين وضباط وخلافه. النهاردة قدروا النهاردة كنا احنا جهزنا من الأول وكملوا بعدنا يبقى عندهم سنتر كامل لكل المرور. ده اللي هنا، ده اللي هنا في اكتوبر صح؟ المبنى الجديد بتاعه؟ لا ده غير، ده غير الجديد. ده الجديد هنا الاداره العامه والمرور. ايوه. فده اول حاجه عملها. عشان تعمل انت كده بقى النهارده بكره ان شاء الله السبت في اول افتتاح مجمع لتراخيص القاهره كانت عامله ازمه غير طبيعيه. ليه بقى؟ لان طبعا كانت في اماكن محدوده. يعني ما تيجي مثلا عند رابعه العدويه، عند رابعه الإدارة العامة المرور، بعدها على طول المرور بتاع مدينة نصر. أي. زحمة غير طبيعية في مكان غير مناسب، كان مناسب زمان. طيب مرور مصر الجديدة نفس القصة، النهارده لم ثلاث وحدات تراخيص وعمل مجمع تراخيص عالمي، أنا بعتبره عالمي. طب مش هيعمل زحمة يعني؟ أنا بتكلم قبل ما عملوا بقى في التجمع الثالث، ما أنت لازم دايما إنك تفكر صح. تاخد في مكان متسع، أنا كمواطن أقدر أروح لك بسهولة ويسر. وأقدر ألاقي مكان أعمل باركن فيه. ولاقي مكان أقعد فيه. بس عندي كمية موظفين يقدروا يقدموا لي الخدمة. بقى شغالين بقى مش بس موظفين، ده هو شغال بالعلم اللي سيادتك قلت عديدة بالظبط. ثلاث أدوار، كل واحدة لها دور. يعني كل يعني قسم مرور له دور كامل، دور ضخم جدا يعني. واتفرج على كيو سيستم طبعا معمول، طبعا ده نمبر 1 يعني، كاميرات مراقبة كلها من أوله لآخره. سادة الضباط متواجدين، تفاعل، تشوف الاستراحات المعمولة للمواطنين، حاجة أدمية محترمة. كان نفسي تبقى الصور موجودة. تعالوا نشوف عليها. نشوف التقرير ده، لأن أنا بصراحة أنا عايز أتفرج، أنا عايز أشوف الشكل الجديد والكونسبت الجديد ده اللي بتعمل. ده الكونسبت اللي شغال في الدكتور. تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده ونرجع لكم مرة تانية. في إطار خطة التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها قطاعات وزارة الداخلية المختلفة، وفي مقدمتها وحدات تراخيص المرور التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية بهدف التسهيل والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المرورية، سيتم يوم السبت القادم افتتاح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة. المجمع الجديد يضم وحدات تراخيص تسيير مرور مدينة نصر ومصر الجديدة والقاهرة الجديدة، وتم إنشاؤه وفقا لأحدث النظم التي روعي فيها تقديم الخدمة للمواطنين في سهولة ويسر وفي أقل وقت زمني، حيث تم تعميم خاصية النداء الآلي إضافة إلى التوسع في عدد الشبابيك التي تقدم خدمات تراخيص تسيير السيارات للمواطنين دون حدوث تكدسات، كما خصصت أماكن خاصة لانتظار المواطنين تستوعب أعدادا كبيرة منهم إضافة إلى تلك المخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. المجمع الجديد بما فيه من تقنيات تكنولوجية حديثة يسهم في تقديم خدمة مرورية أفضل للمواطنين، ويؤكد على ما تسعى إليه وزارة الداخلية نحو تطوير المنظومة المرورية وربطها بوسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال شبكة معلومات وبيانات متكاملة، وتؤكد على التطوير المتواصل الذي تنتهجه الوزارة في الارتقاء بالخدمات الأمنية الجماهيرية. خلاص من بكرة مصر الجديدة، القاهرة الجديدة، ومدينة نصر الثلاثة. لو أي حد عايز أي خدمة مرورية أرجوك لا تتوجه إلى المرور القديم بتاعك، توجه إلى المجمع الجديد. طيب هيوفر وقت يا فندم؟ طبعا هيوفر وقت وجهد للناس غير طبيعي. وكمان خد بال حضرتك، أي كونسبت بنعمل بتعمل لصالح الدولة وصالح المواطن. يعني انت هتوفر مثلا اعداد ملايين الرحلات اللي رايحه جايه وخانقه لك شارعين القاهره في الاماكن دي، اتنقلت في مكان تاني، هتسهل المرور في هذا المكان. صحيح. لما تسهل المرور في مكان يبقى انت بتوفر بيئه، اللي هي طبعا تعرف عموما البيئه من الحريق، وتوفر وقود، والكلام ده كله كتير بيحصل. يعني مش بس كده، طب برضه وزاره الداخليه ما هي عملت برنامج مروري على ابلكيشن موجود على النت موجود حاليا، طبعا منظومه وزاره الداخليه تستطيع من خلال حضرتك تعرف المخالفه اللي عليك ايه. لو سيادتك كمان عايز تشتري عربيه من مدحت قريطم، مدحت تكون معاك، يخش بس يحط رقم القومي بتاعه يقول لك العربيه دي مظبوطه سليمه ولا لا. صحيح. تعرف كمان ايضا المرور، حاله المرور فيها ايه، يعني مش هيتنصب عليك بعد كده في عربيات. بالزبط. مفيش عربيه تتباع باكتر من توكيل. بالزبط. الكلام ده كله. بس يا فندم اتكلم حضرتك بامانه، اتفضل. المشاوير يعني كتير جدا، اصل انا يعني بحب ارخص بنفسي وبحب اعمل كل حاجه بنفسي، واقف في طابور وبتعب بصراحه. فاجي مثلا ايه، لا حضرتك بتجدد رخصه قياده، طب لا روح هات لي شهاده بيانات. ف
فاروح لازم الف اجيب شات باب، بعد كده ارجع لازم احط عليها الدمغه، بعد كده ارجع تاني علشان مش عارف الشباك بتاع الفلوس، بعد كده ارجع تاني عشان اتصور، بعد كده يعني فيها برضو حته روتين كده زياده شويه. كل ده معمول حسابه في الوحدات الجديده اللي بتنعمل وبتتطور بحيث يبقى كله في مكان واحد وشباك واحد. حتى التامين الاول كان في اصغر من شركه التامين، النهارده اطلع بره روح امن، لا 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 خلاص النهارده بتخش جوه المرور في شباك واحد للتامين بقى بشركه. يعني انا معاملاتي هنا بعد كده يا فندم، او هو ده هي دي طريقه او يعني الفلسفه الجديده للتعامل مع المواطن، ان انا هتعامل مع شباك واحد بالزبط. ومع موظف واحد فقط، مش بس كده، طب ما انت تستطيع انك ترخص النهارده من خلال موقع الداخليه اذا ما كانش عليك فحص فني. انا مش عارف اسم الشركه طبعا اللي متعاقده مع وزاره الداخليه، لكن من حضرتك من حقك تخش وتقول والله انا عايز ليه، طالما في شركه واحده بس ما يعني ما عادي شركه خاصه يعني مش مشكله، بس ما هي الشركه الوحيده اللي بتقدم لي الخدمه بالظبط. يعني هم وزاره الداخليه من اكتر من فتره متعاقده مع شركه فوري حضرتك اللي هي تستطيع ان انت من خلال البرنامج ومن خلال شركه انك تجدد رخصه العربيه، تجيب لك شهاده البيانات، تجيب لك شهاده المخالفات اسف، وتدفع الضريبه كله من عليه، التامين من الابلكيشن ده، وكمان ومن على فكره من الاي تي ام بتاع البنوك، وكمان تجيب لك شهاده الميلاد، وكمان ابعتها لك للبيت لو انت عايز وتحدد عنوانك. ده موجود داخليه بتطور كتير جدا. الله دي حاجه ده بس مش شرط ما يكونش عليك حفظ ملكيه للبنك، لان لازم تجيب الجواب ده طبعًا. ما يكونش عليك فحص فني، حفظ ملكيه من البنك يعني اقساط، فانت بتقسط العربيه فالعربيه مش باسمك بالظبط، او ما عليكش فحص فني. طيب تطوير بقى الاحسن جاي ان شاء الله، يعني معلوماتي من اخواني الزملاء في وزاره الداخليه ان كمان كنا زمان بنتكلم احمد بيت فاكر عايزين نعمل موضوع الفحص الفني بقى، والناس بتعب جدا في الفحص الفني، لان برضه والله الضباط بيتعب. ما هو انا عايز احرك الضباط اكتر ناس بتتعب في حاجه زي كده. والله هو ليس عيبا في وزاره الداخليه ولا، لكن هو المشكله من انت ما كنتش عامل يعني حسابك ان انت ان احنا النهارده مصر يعني جمهوريه مصر العربيه عدت 10.5 مليون مركبه مثلا، فكنا بنتكلم في كام زمان، والاطراد السريع في المركبات كل سنه اللي بيجي الجديد ده كله واللي موجود قديم زي ما هو، ده بيعمل عيب كبير جدا. فطبعا الزود بيخش الصبحيه في لجنه الفحص بيلاقي اكثر 300 400 عربيه داخلين عليه، انت لو خدت في كل عربيه 5 دقائق خلص قد ايه؟ فطبعا الداخليه متنبهه لهذا الامر، وكان في مشروع من ايام انا كنت موجود له الفحص الفني الالي، الحمد لله والشكر لله وزاره الداخليه متبنيه بقوه حاليا، وانا معلوماتي ان هتبقى في احد محافظات القناه اول محطه متكامله لهذا الامر، وبعد كده هيحطوا في وحدات المرور اجهزه بسيطه الاول عشان المواطن يتعود على في الفحص الفني الالي ده موجود ازاي، وبعد كده هتنعمل محطات في كل مصر كلها. ده هياخد هنقوله يعني سنتين ثلاثه يعني انا ممكن اروح افحص فنيا في المكان المعتمد ده بالزبط. وبعد كده اجيب الشهاده دي اللي هي المعتمده. هو المفروض بقى كمان مش بس انك هتجيب شهاده، المفروض في النظام بالكامل يكتمل انت لا تجيب شهاده ولا حاجه، لان هو سيستم دايركت زي ما قلت لسيادتك الاول اتعمل بنيه اساسيه صح، اتعمل اداره نظم معلومات المرور باداره عامه فيها سيرفر كامل يشيل مصر كلها، يبقى يقدر يعمل دي مهمه قوي. انا فاكر الفتره يعني احنا عشنا في ايام والله صعبه قوي، ده احنا والله عايزين جايزه الفتره اللي مرور فيصل اتحرق فيها طبعا، وكميه الاوراق وكميه العربيات اللي مره واحده قيس لولا بقى كانت يعني الداخليه من قبلها عامله باك اب لكل الكلام، هي دي النقطه، ما كناش طبعا قدرنا نطلع كان كل الكلام. مش بس كده، حتى اللوحات لما بضمن هذه الاحداث في بعض الناس طبعا اللصوص تدخلوا في الامر يعني وبتقل سرق لوحات والكلام ده، كان في جهاز البي دي اي اللي مربوط بالسيرفر الكبير في اداره نظم معلومات اللي قايل ان مين مواطن واخد انهي لوحه انهي رقم. لا لو سيادتك دخلت وخلاص انا مسجل كل لوحات عندي، لوحات مسروقه عندي انا موجوده عندي، مجرد ساعات دخلت بعربيه وانا كتبت الرقم على جهاز البي دي اي تعرف العربيه مسروقه ولا مش مسروقه او مضروبه ولا مش مضروبه. وحضرتك بتتكلم في جهاز البي دي اي ده، في جهاز انا شفته كان حاجه رائعه كده، كنت ماشي في التجمع وشفت عربيه مجهزه شكلها غريب فحضرتك عارف بقى الحس الاعلامي لازم انزل مساء الخير مساء النور ايه ده؟ فيها كاميرات؟ ايه ده؟ لقيته بيقول لي لا حضرتك احنا بنمشي في الشارع بس بالظبط. قلت له بعدين قال لي لا هم بيجوا لوحدهم بقى. ايوه هو طبعا من ضمن التطوير اللي عملته وزاره الداخليه، انا مش هقول عدد العربيات طبعا ملوش لازمه، عدد العربيات اللي عملت بهذه الطريقه انها في سيارات بتمشي فيها نوعين من الكاميرات، كاميرا تلقط الاحداث في مكان ما فيهوش كاميرا، وكاميرا ثانيه اسمها ال بي اي، ال بي اي اللي هي تستطيع ان تتعرف على الارقام الموجوده. هل النمره دي بتاعت العربيه دي ولا لا؟ او مطلوبه او مش مطلوبه؟ صح. هل او مسروقه ولا مش مسروقه؟ هل منتهي الترخيص ولا مش منتهي الترخيص؟ كده يا فندم كل حاجه بالظبط. فبدل ما يعمل السيستم القديم بقى هو ممكن ماشي يقدر يعمل هذا الامر، او
ممكن لو في كمين موجود بلا ما يعطل الناس يقول له رخصك فين والنظام القديم ده. لا هو قبلها بكيلو هو جاي لوحده، تبقى العربيه دي واقفه لوحدها وتقدر تلتقط هذه الارقام وتبلغ الكمين تقول له على فكره العربيه رقم كذا شكلها كذا دي منتهيه الترخيص. طيب طالما عندي انا ده ايه بقى لزمته الملصق الالكتروني اللي انا طب ما هي هي لا يا فندم لا. ليه بقى؟ اقول لسيادتك بقى طبعا انت زي ما قلت سيادتك دخلت من الاول دخله مظبوطه وقلت الداخليه بتتطور ومصر كلها بتتطور مش بس الداخليه. ده النهارده لما تعمل طرق اللي هي العالميه الموجوده النهارده انت عملت اكتر من 7000 كيلو اعتقد من 5-7000 كيلو. طب هديرها ازاي؟ هديرها بقى في وجهه نظري انا يعني هديرها حضرتك برضو لسه عساكر وظباط واقف على طول الطرق مفيش دوله في العالم. سيادتك سافرت بره طبعا كريم مفيش حاجه اسمها كده، لكن في عربيه تطلع فجاه كده تقول لك انت عملت مخالفه ما عملتش مخالفه. طبعا في مشروع اي تي اس بنعمل ضخم على كل الطرق. طيب الاي تي اس ده ايه؟ اي تي اس اي فندم اللي هو انتليجنت ترافيك سيستم، اداره حركه المرور الذكيه. الله. من ضمن ادواته الملصق الالكتروني ده او سموه الملصق الالكتروني. بيسلمني يعني من برج لبرج الملصق ده؟ لا عشان برضه في ناس فهمت غلط بس انا متشكر للسؤال ده جدا لان بعض الناس قال لك الله بتاعتهم قلنا تتبع بقى ولا ايه؟ امال ايه؟ لا يا عم ده انت لا جي اسف يعني حضرتك لا انت جي بي اس ولا حاجه. هو انت بدليل هو الملصق ده عباره عن في شريحه اسمها الار اف اي دي راديو فريكوينسي ايدنتيفيكيشن شريحه موجوده الراديو. تمام. هذه الشريحه على فكره باسف ما بتنطقش. دورها ايه؟ دورها فيها مخزن فيها بيانات المركبه بتاعت حضرتك فقط. فقط بيانات المركبه بتاعت سيادتك. مجرد القارئ ما يقراها يعرف المركبه دي بتاعت مين، مطلوبه ولا مش مطلوبه، اعداد المركبات بيعمل كواليفيكيشن لكل اعداد المركبات يعني بتطلع منه تحاليل اخر اليوم تقول هذا الطريق كان فيه عدد مركبات سريه عليه قد ايه ووقت الذروه في ايه واسباب الازمه ايه. احصائيات يعني احصائيات تستفيد منها. الحاجه الثانيه حضرتك لو سيارتك بلغ بسرقتها في اي مكان على إيه؟ حضرتك هتلاقيها لانه مجرد ما عدت من اي قارئ هيقول له يعرف مكانها فين فيبتدي الداخليه تتحرك. طيب اقول لحضرتك بامانه لا اتفضل. ناس كثيره ممكن تقلق من الكلام ده وتقول خلاص طب انا هاخد الستيكر ده مش هلزقه مش هلزق على البرنامج. اولا انا مش هتكلم بقى في عقوبات وغرامات لا سيبك من الكلام ده. خلينا في المهم. ما هو برضه واحد سالني سؤال بقى بطريقه مخالفه بقى قال طب هو حضرتك يعني لما هو الراجل حرامي سرق طب ما هيشيل الملصق ده؟ قلت له كلام جميل. ما هو انت لو شفت القوارئ مصممه ازاي؟ قوارئ مصممه ان هي بتقرا هي اللي بتطلع الموجه وتعرف ده مين في الوقت نفسه فيها كاميرا لما ما تلاقيش الملصق الالكتروني او السياره متعلم عليها فلاج انها مبلغ بسرقتها بتصوره مجرد تروح لقطه الصوره وبعتها لاقرب ظابط معاه اللاب توب بتاعه موجود. يعني اللي مش لازق ايوه طبعا طبعا ولذلك الداخليه نشأت الناس يعني هنا دي نقطه مهمه قوي. حضرتك بتقول ان اللي مش لازق هذا الملصق يبقى حاطط نفسه في موقف شبهه بالظبط. ولذلك الداخليه كانت الفتره الاخيره كان معالي الوزير محمود توفيق يعني خلى كل اجهزه الاعلام حضراتكم يعني يوجهوا الناس يا الزقوا يا جماعه من فضلكم اللي ما لزقش اتفضل عشان نشتغل المنظومه بقى. والمنظومه دي لازم المواطن يبقى عارف انها في صالحه وفي صالح الوطن في نفس الوقت. انت النهارده ما دي احد يعني معروف علميا اي حد طب هسأل حضرتك سؤال معلش احنا في بلد الى حد ما يعني كنا فتره طويله النقل التقيل مع العربيات الصغيره فكميه الزلط المتطاير اللي بيبقى ماشي يعني معاه حوالينا كتير قوي. فنسبه اصابه البرابريز بكميه زلط او طوب او كسر كتيره. فهل انا دلوقتي لو حصل عندي ده وبغير البرابريز بتاعي على سبيل المثال يروح على طول يغير الملصق لان بقى الملصق ده مجرد ما تشيله ما ينفعش تلزقه تاني ما يتلزقش تاني طبعا. انا كنت لسه اقول لحضرتك يعني ممكن ده ضمن السكيورتي بتاعه لان حضرتك بقى لو كل واحد راح سارق من عند حضرتك هو طالع من جوه مش هيسرقه ازاي يعني. لكن افترض واحد يعني استنصح يعني راح شايله وحط في عربيه ثانيه اول ما يطلعه الهيد بتاعت القرايل بتاعته تروح مكسوره خلاص ما اشتغلش. طب هل ده انتوا ده سيستم مكلف كلف الدوله فلوس طبعا. هل ده انا كمواطن او متلقي خدمه بتحملوني التكلفه دي؟ ده جزء يعني بسيط جدا يعني هو بيدفع 58 جنيه لكن طبعا انا مش عايز اقول كلف ارقام احنا بنتكلم الملصق ده ثمنه 50 جنيه 50 جنيه ده بيضاف على الرخصه بيضاف على الرخصه بتاعته لكن هو طبعا مصروف عليه اكثر من كده بكثير. انت بتتكلم في منظومه علميه خطيره جدا. انت بتتكلم حضرتك لو فتح اي واحد من المواطنين طبعا الناس كلها بتشتغل على النت يعني هيقول هل الملصق الالكتروني او الار اف اي دي من احد ادوات الاي تي اس ولا لا؟ اللي انت النهارده هتنظم مرور في القاهره بعد كده ازاي؟ انت النهارده بتحط الريدرز على الطرق وبتحط لكن بعد كده هتبقى في الشوارع وتبقى في اماكن اخرى كثيره. طيب يعني لو كان في مره يعني وحضرتك بتتكلم عن الفكره اصلا الموضوع بكبر في دماغي بشكل كبير يعني انا هقول لسيادتك كمان احنا يعني وزاره الداخليه ما جابوش كده طلعتنا مأموريات كثيره جدا انا وزملاء الضباط من احد الولايات الامريكيه نيويورك رحنا نيويورك لقينا من ضمن اداره المنظومه هناك
انك بيشتغل بالار اف اي دي. فقلنا له الله، طب الار اف اي دي ده عندكم يعني اجباري؟ قالوا لا، اي حد بيخش نيويورك بيدفع تذاكر فلوس. فالناس علشان تقلل من هذا الامر، اي حد بيخش طبعا عشان مدينة نيويورك زحمه جدا، فلذلك الناس بتشتري كارت اسمه ايزي باس، ده علشان هذا الامر. ده اكتف كمان بقى، بيطلع موجات عشان يبقى اوفر، يعني بدل مثلا ما يدفع الدولار ويدفع مثلا 20 سنت فياخد الاكتف باس ده، فياخد الاكتف باس ده فيبتدي يمشي بيه، فيبتدي اشارات المرور فيها ريدرز تقراها، فيبتدي تعمل كاونت او كم عربيه موجوده، عد العدد عربيات عند هذه الاشاره الاشاره دي. فخلي بالك انت هيبقى في زحمه قدام، خد دي تور خد ابدا يمين. ده هو البرنامج المروري بقى، بيبتدي يفتح الاشاره ويقفل الاشاره بعدد هذه المرور. طبعا ده ربط كامل بقى يا فندم، هو له الارفه دي اصله كلام كبير ما يعني ما شاء الله. طيب في مره حد برضو من اصدقائي كان مسافر بره، فبيقول لي احنا بره كونسبت او فكره الكارته غير اللي موجوده في مصر. ايوه قلت له ازاي؟ قال لي انا بدفع كارته، فاذا انا بدي للدوله حق استخدام هذا الطريق بالظبط، بس الدوله كمان بتديني حق ان انا بتراقبني على الطريق ده، ان انا لو حصل لي مشكله تتدخل، يعني لو العربيه لا قدر الله اتقلبت او اي حاجه يبقى في تامين على العربيه. ده واحد. اتنين، لو حصل لي حادثه او كذا، المستشفى اللي موجود الفلوس اللي بدفعها دي بتغطي التكلفه، يعني الدكاتره اللي موجوده على الطريق بتاخد فلوسها من هذه الكارت، اللي مش عارف مين بياخد فلوسه من هذه الكارت. فالفكره الكونسبت اللي عندهم او الفكره اللي موجوده عندهم فكره بصراحه تشجع الواحد على انه يدفع. هل احنا ممكن نتجه للاتجاه ده ولا لسه؟ لا طبعا انا مش صاحب قرار عشان اقول لسيادتك هل موجود ولا لا. كان موجود قبل كده في الكارت بتاعت الصحراوي، مجمعة التامين اظن كانت بتضيف مبلغ خايف جدا، بتبقى مسؤوله عن هذه الحوادث بتاعت اللي هي مستشفيات اليوم الواحد، يعني هي حاجه كانت موجوده على طريق التامين، لكن المستشفيات دي موجوده الدوله بتدعمها من عندها يعني. صحيح. لكن تقول برضو الار اف اي دي ده يعني يسهل لي ايه؟ ممكن بالتنسيق مع جهاز الخدمه الوطنيه طبعا، ان انت تحط فلوس بدل ما تقف تدفع كارته وتعدي من البوابات اصلا. صحيح. انا كده دافع بالظبط، كده انا مشترك، موجود في احد الدول العربيه سيادتك عارف بنظام، موجود في نظام سالك موجود هناك في الامارات يعني وهكذا. يعني اول ار اف اي دي لهم يعني خصائص كثيره جدا جدا، وليس من ضمنها التتبع، لا يمكن لا صف جهاز سايلنت وانا هعرفك انت فين ازاي يعني. صحيح. انا بس هي المصلحه ان انا لما بتسلم منك حاجه او حاجه بعرف في هذه اللحظه هنا، وبعدين انا هتتبع 10 وبعدين الوحيد اللي المفروض يقلق من حكايه التتبع دي زوج من الزوجه مش اكتر يعني حد تاني لا يعني. يعني طيب واحنا بنتكلم عن تطور المنظومه والطرق اللي موجوده في مصر اللي بقت يعني بقت حاجه محترمه قوي في وقت قصير جدا. طبعا في لسه بعض الاماكن فكره او الناس لسه مش فاهمه يعني ايه ان النقل لازم يمشي في حته والملاكي في حته. يمكن احنا عملنا ده في طرق كتير جدا والحمد لله حدت من الحوادث بشكل رهيب يعني. احنا لسه محتاجين نشتغل شويه على التوعيه مع سائقي النقل والنصر. طبعا يعني شوف حضرتك من اول الناس اللي مقتنع تماما لازم نفصل حركه النقل الثقيل عن النقل عن حركه الملاكي والاجره والكلام ده بخلافه. واول حملناها كان حتى موجود حاليا سياده الهيئه مجد انور اللي هو رئيس جهاز الخدمه الوطنيه واحد الناس الابطال يعني شايلين شغل كتير جدا. اول حاجه نسقتها معاه كان طريق الصحراوي. قلت له يا فندم عايزين نعمل واحد معمول ممتاز بصراحه. هعمل طبعا هذا ممتاز. لو شفت بقى كل الطرق الجديده هتنعمل هذا النقل. وكان في ناس بتراهن على فشل التجربه على فكره بالزبط. وكانت بتقول ان الحواجز الخرسانيه دي عربيات النص نقل هتكسرها وهتخش على الطريق الثاني. لما يكون هناك انضباط عندما يكون هناك انضباط خلاص مش انضباط بس ومنطقيه في النقاط اللي موجوده لليو تيرن. هو وكمان هو لقى نفسه عنده اربع حارات ماشي جوه لوحده. طب انت يعني ما حدش مضايق عليك الطريق ولا حاجه. صحيح. لان احنا برضو مصلحتنا كدوله ده النشاط الاقتصادي مهم جدا بالنسبه لنا، عربات النقل الثقيل وخلافه بتنقل المنتجات وبتنقل البضاعه وبتنقل الكلام ده، احنا برضو مصلحتنا انها تمشي كويس جدا وتمشي بطرق كويسه جدا. طيب ده فيما يخص الدوله. في بقى شق للاسف احنا ما بنتكلمش عنه خالص، وهي العقوبات اللي بتبقى موجوده على السائق. يعني الالتزام بالحزام مش موجود دلوقتي، كان موجود فتره من الفترات لما كانت وزاره الداخليه قالت لا اللي سايق موتوسيكل هيلبس خوذه واللي سايق عربيه هيلبس الحزام واتطبقت والناس كلها لبست الاحزام على فكره. مع الوقت احنا بنسخن قوي في الحكايه في اولها وبعد كده واحده واحده بننساها. حكايه ودي للاسف بشوفها كتير قوي ان حد يبقى سايق العربيه ومعاه جهاز الموبايل في ايده يعني يا اما بيقرا مسج يا اما بيبعت مسج العربيه بترمي منه يمين بترمي منه شمال مش في دماغه اللي وراه يعني هو مش يعني وللاسف بنشوف حوادث
فظيعه بسبب القصه دي. ازاي نقدر نرجع الانضباط مره اخرى لدى السائق نفسه؟ شوف فندم، اول حاجه لازم يعني مش يعني انا من وجهه نظري يعني، وانا اشتغلت في الشارع كتير يعني، مش هنحط لكل مواطن عسكري وضابط في كل مكان ويوقفه. وهو على فكره كان ما يشوف الضابط جاي من بعيد في حمله يروح بينضبط او ما يشوفه يروح له، ده هو كان حاطه يعني، هو حاطه في قلب البتاع ويشوفه عامله كده. فمره انا شفت احد ساده مواطنين يعني، قلت له على فكره يا فندم سيادتك اللي اخترع السياره دي عملها الحزام ده تعب نفسه وكلف نفسه ليه كده؟ قال له، قلت له اول حاجه لو عربيتك دي حديثه وفي ايرباك مش هيفتح لو انت مش رابط حزام الامان بتاعه. لو ما فيهاش ايرباك طبعا كل العربيات حاليا فيها ايرباك يعني، ده اسمه حزام امان لحضرتك لو اي حادث حضرتك. قلت له هقول لك حاجه، في احد مش هقول اسم شركه البترول، كنا خدنا فيها دوره مره وانا ظابط مقدم عقيد يعني في السيفتي، فبقول له انا هقول لك الناس بتقوله يعني ايه ان انا امشي جوه المدينه اربط الحزام يعني مسافه 40 كيلو يعني. قال لي طيب انا عايزين نغمي حضرتك كويس، قال لي وتمشي تمد اقصى حاجه تقدر تمشي ووكنج قد ايه يعني؟ قلت له انا همشي 6 كيلو في الساعه، ده رقم كبير بالنسبه لي، كلام جميل جدا. انا هنحط قدامك لوحه ازاز من غير انت ما تحس، روح داخل فيه مفاجاه، هيحصل ايه؟ هتعور. قال لي طب ما هو 40 كيلو. قلت له بس انا شايف الحادث. قال لي ما هو معمول عشان انت مش شايف الحادث، الحادث المفاجاه، مجرد ما ضربت فرامل مره واحده في انزلاق الجاذبيه هتروح ناحيه ثانيه، لا انت هتروح الازاز مرجعك ثاني، ما بالك لو انت اعلى من كده. فطبعا يعني اول حاجه المواطن نفسه لازم يعرف ان اهميه حزام الامان بالنسبه لحضرته. هنطبق نظام النقط يا فندم؟ طبعا يا فندم ان شاء الله في قانون مرور جديد لما مجلس النواب بس يصدق عليه، هو زي مجلس النواب في اللجان الداخليه وافق عليه الحمد لله والشكر لله، لكن طبعا لسه في النقاش العام بتاعه. القانون ده هيفرق كتير جدا 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 يعني. سياده اللواء مدحت قريطة، انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا النهارده في استوديو صوت الناس. بشكرك كمان على الفتره اللي كنت حضرتك موجود فيها وساهمت بشكل كبير جدا 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 في تطوير المنظومه كمان في وزاره الداخليه. رجال من نور زي ما بنقول كده، رجال مضيئه داخل الوزاره وداخل او خارج الوزاره، حضرتك دايما مكسب ومكسب لينا احنا كمان جدا في صوت الناس. شكرا يا احمد بيه لستك، واحنا تحت امر البلد في اي وقت واي لحظه. بشكر حضرتك، كلنا كنا بنأدي عمل لنا وعمل كنا بنحبه وما زلنا بنحبه. بشكر حضرتك جدا سياده اللواء، شكرا. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتكم النهارده من برنامجكم صوت ناس. تاني بنفكر مصر الجديده، القاهره الجديده، مدينه نصر. لو عندك اي حاجه في العربيه بتاعتك ما تروحش المرور بتاعك من اول بكره، وروح المجمع الجديد اللي معمول في التجمع. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتكم النهارده. يا رب كده نشوفكم دايما على خير وصحه وسلامه، وهابي فالنتاين زي ما بيقولوا كده في الاخر. السلام عليكم ورحمة الله.